التواصل يستمر والأشواط تتوالى بالانطلاق. انتهت الأشواط المفتوحة في صباح هذا اليوم، بدينا في هذه الفئة أول بداية انطلاقة الانتاج والمنتجين في سن الإذاع في هذا اليوم، في يوم الإبداع، في يوم الإمتاع، في 6 كيلومترات انطلق بحفظ الله ورعايته. شوطنا 13 في أشواط صباح هذا اليوم ليحمل الأبكار المحليات لإذاع الإنتاج والمنتجين الذي يكون فيه الفوز، كذلك لطعم آخر في هذا الانطلاق مع الإنتاج. انطلقنا مع شاشة دبي ريسنج في مؤسسة دبي للإعلام للنقل الحي والمباشر للمشاهدين من تحفة الميادين ميدان المرموم لنتابع هذا الشوط، وننطلق مع شعار الواثق، مع شعار الواثق، وهذه نواصي حمد بن راشد بن غدير تتصدر المجموعة والقائمة. بعد الانطلاقة تليها بالمركز الثاني الظبي مسري بن سالم بالعرطي الحميري يقدم الظبي على المركز الثاني. المركز الثالث أهل اليرف يتقدمون على ثالث المراكز، ومنحاف حسن بن عبد الله بن غليطة يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع هذه شواهين مساعد بن سويد بن قران المنصوري على رابع المراكز. المركز الخامس مشاهدي الاعزاء تاتي زرقاء اليمامة تتقدم، وحمد بن محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي يقدمها في هذا الاندفاع والانطلاق. هناك ايضا تواجد لسرابة تتقدم في هذا الانطلاق، وحاضر بن علي بن حاضر المزروعي ياتي بهذا الاندفاع. بينما هناك الورقة صابر بن سعيد بن صابر ياتي بالورقة في هذا الاندفاع، ولكن تدخلت هناك الظبية ايضا منصور بن علي بن راشد بن عبد الله النعيمي. والمركز الثامن ولا التاسع هذه تقدمت في هذه اللحظات الواعية في المركز التاسع، أحمد بن حران بن حمد بن حميدان الفلاسي. والمركز العاشر رقم 10 يا مجمل الصدف، وهذه وهاجة محمد بن ظافر بن مسعود الأحبابي. يا مرحبا يا شاعر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى للانطلاق الأول في هذا المسار وهذا الاندفاع الجميل والرائع في هذه الانطلاقات وفي هذا الاندفاع في هذا التحدي الجميل في هذا الأثار الحاضرة في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار. نسير مع المراكز الأولى مع الانطلاق الأول، نسير بعد العشر المراكز في هذا النقل الحي والمباشر شاشة دبي ريسنج في هذا الانطلاق. نسير مع شعارك يا الواثق، مع شعار مرقم، مع شعار البيارق، مع شعار الناموس يتقدم على المركز الأول في هذا الاندفاع. نواصي حمد بن راشد بن غدير يتقدم على المركز الأول، يسير مع المقدمة. المركز الثاني سرابة، حاضر بن علي بن حاضر المزروعي على المركز الثاني. المركز الثالث الظبية مسري بن سالم بالعرطي، من قبل هذا الوقت ما زان يلين ضويت الظبية، شقرة عليها شكل فنان وفيها وحاش جاذبية. هذه الظبية على المركز الثالث في هذا الاندفاع مع مسري بن سالم بالعرطي ابو حمد في هذا التحدي. وهناك بن غليطة على المركز الرابع في هذا الاندفاع والانطلاق. المركز الخامس أشوف التحدي والأثار الحاضر والمنطلق مع وهاجة محمد بن ظافر بن مسعود الإحبابي يتقدم في هذه اللحظة وفي هذا الاندفاع على المركز الخامس. المركز
السادس، سادس المراكز الواعية أحمد بن حران بن حميدان الفلاسي يأتي بهذا الاندفاع والانطلاق. شواهين مساعد بن قران المنصوري في المركز السابع، المركز الثامن هناك ثامن المراكز هذه تواجدت الضبية منصور بن علي بن راشد بن عبد الله النعيمي، والمركز الثامن التاسعة هذه زرق اليمامة حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي ياتي بهذا الاندفاع. وعاشر المراكز بنشوف هناك العاشرة هذا صابر بن سعيد بن صابر يقدم الورقة هذه النتيجة للمرة الثانية للعشر المراكز الأولى. بنعود مع هذه الشعارات مع الإذاعة ومع الإبداع لمن أول أشواط الإنتاج والمنتجين، أول أشواط الإنتاج والمنتجين في المحليات الأصايل في هذا المنطلق وهذا الاندفاع. عودتنا إلى المركز الأول، قدم هناك الجمري مع المراكز الأولى الانطلاقات والتحديات مع المراكز الأولى. في هذا الاندفاع والانطلاق نسير مع المركز الأول الواعية على مقدمة الشوط، ولا هناك بنشوف هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. هذه تقدمت مشاهد العزاء سرابة حاضر بن علي بن حاضر العميمي على مقدمة الشوط. محمد بن ظافر بن مسعود الحبابي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث شواهين تأتي في هذا الانطلاق. مساعد بن سويد بن قران المنصوري في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. حمد بن راشد بن غدير نواصي تتقدم، ولكن هذه اللي تقدمت 1200 الضبية مسري بن سالم بالعرطي تابع يا متابع. انطلقنا مع أول أشواط الإنتاج، أول أشواط المنتجين، الكيلو الأخير الضبية وشواهين بن قران وضبية بالعرطي مسري بن سالم بالعرطي غيرت إلى مقدمة الشوط، قادت شوط الإنتاج. انطلقت مع الخبير مسري بن سالم بالعرطي من قدم الكثير من الإنجازات في هذه الرياضة في التضمير وفي الإنجازات. أبو حمد يعطيه العافية مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم على المقدمة مع الضبية. المركز الثاني بن قران شواهين مساعد بن قران المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث سرابة حاضر بن علي بن حاضر العميمي. خلاص صدرت الأوامر، جولة الأوامر الأخيرة 400 متر الأخيرة في هذا المسار. أول أشواط الإنتاج والمنتجين بن قران المنصوري وأهل غيافي يتقدمون. سلام وتحية لكم على هذا الإنتاج الطيب، على هذا الإنتاج الطيب. تتقدم شواهين مساعد بن سويد بن قران المنصوري على مقدمة الشوط على المركز الأول في هذا الاندفاع. ينتزع شوط الإنتاج والمنتجين الضبية مسري بن سالم العرطي في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت فيه سرابة حاضر بن علي بن حاضر المزروعي، والمركز الرابع رقم 10 اللي هي محمد بن ظافر بن مسعود الحبابي، والمركز الخامس الواعية أحمد بن حران بن حميدان الفلاسي. يعود إلى التوقيت 9:10 بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس على هذا الفوز لبن قران المنصوري المركز الثاني. 9:20 جزء واحد من الثاني مسري بن سالم العرطي الحميري الضبية. المركز الثالث 9:20 خمسة أجزاء من الثانية. المركز الثالث اللي حاضر بن علي بن حاضر المزروعي. تهانينا للجميع.